بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى محاضرة الفترة الصباحية. طبعا ما بدأنا بالإنفرس لابلاس ترانسفورم، أعطينا تعريف لإنفرس لابلاس ترانسفورم وأعطينا على ذلك مثالا واحدا، وهذا هو المثال رقم 2. يبقى المثال بيقول لي find the function that has Laplace transform f of s يساوي s على s زائد 1 الكل تربيع زائد 4 بالشكل اللي قدامنا هذا. لو رحنا على الجدول اللي عندكم او الورقه اللي بينه بنلاقيش ولا حاجه من هذا القبيل. يبقى شغلتنا نفبرك النتيجه اللي بيعطيها لنا بحيث نحولها الى شكل، هذا الشكل نقدر نلاقيه في مين؟ في الجدول اللي هو بيعطيه لنا هذا، او اللي بيجينا في قائم في مع اسئله الامتحان. تمام؟ طب بقول له كويس، هذا لو في عندي اس زائد 1 في البسط، ليش؟ لانه عندي هنا اس زائد 1، كان قضيتي محلوله ومنتهيه تماما. اذا انا بدي اروح اخلق في البسط اس زائد 1 ولا ناقص 1، خلينا اتاكد هذه اس وين راحت؟ اس زائد 1، يبقى بدي اس زائد 1، يبقى بناء عليه. مشان هيك ما عنديش بارشال فراكشن حتى اقول لي بارشال فراكشن، وانا قلت في الصبح اول خطوه بدي اعمل بارشال فراكشن، مش كل مساله بقدر اعمل لها بارشال، هذه في لها بارشال فراكشن؟ ملهاش، يبقى هذه جاهزه وخالصه، تمام؟ اذا انا بدي احول هذه الى شكل من الاشكال اللي موجوده في الجدول. اذا بقدر اقول الاف اوف اس اللي هي تساوي، لو رحت قلت اس زائد 1 ناقص 1 على اس زائد 1 الكل تربيع زائد 4، عملت حاجه؟ اضفت 1 وطرحت 1، بدي افصل هذا الى مقدارين. يبقى المقدار الاول هو اس زائد 1 على اس زائد 1 الكل تربيع زائد 4 ناقص 1 على اس زائد 1 الكل تربيع زائد 4. الترم الاول صار ما عنديش مشكله، لو رحت للجدول بلاقيه عندي وين؟ في الجدول. هذا لسه لا يزال في مشكله، المشكلة انه بده 2 هنا، ما دام هذه 4 بدي الجذر تبعها يكون وين؟ فوق. اذا بقدر اقول للاف اوف اس بده يساوي الاس زائد 1 على اس زائد 1 الكل تربيع زائد 4 ناقص نص في 2 على اس زائد 1 الكل تربيع زائد 4، هيك صار كلامي صحيح. الآن أنا بدي الـ f of t، f of t هي لابلاس انفرس للـ f of s. يبقى الـ f of t اللي أنا بدور عليها، الـ f of t هي لابلاس انفرس لكابيتال f of s، واللي هي بدها تساوي لابلاس انفرس لمين؟ للـ s بلس 1 على الاس بلس 1 سكوير بلس 4 ماينس نص في لابلاس انفرس للاثنين على اس بلس 1 الكل سكوير بلس 4 بالشكل اللي عندنا هذا. يبقى الاف اوف تي تساوي، بدي اجي على الداله هذه وباجي على الجدول اللي عندنا. يبقى الجدول بدي ادور على الشكل اللي الاس زائد 1، اس زائد 1 الكل تربيع زائد اي تربيع. طبعا لو جيت نظرت لهذا الجدول بلاحظ انه عندي هذا الكلام موجود في النقطة رقم، في النقطة رقم 10. النقطة رقم 10 بدي يقول لي اس ناقص الاي على اس ناقص الاي الكل تربيع زائد بي تربيع، يعني بفرق بس بشر مين؟ الشر السالب. لكن هذه لو رجعت للاصل تبعها بلاقي اي اس اي تي كوساين بي تي، يبقى معنى هذا الكلام انه الاي اللي عندي هنا بيشرط بس ايه؟ سالب. يبقى لو جيت على الجدول من بارت 10
هذا الكلام بده يساوي اي اس الاي عندي هنا بقديش بواحد يبقى اي اس ناقص تي في كوساين بي تي هذا بي تربيع يبقى بي بقديش باثنين لانه بي تربيع يساوي اربعة معناته بي باثنين يبقى اي اس ناقص تي في مين في كوساين اثنين تي اللي بعدها ناقص نص بدي اجي لهذه لو رجعت لخطوة لقبل الخلف اللي النقطة التاسعة بلاقي عندي بي على اس ناقص اي الكل تربيع زائد بي تربيع يبقى هذه بي هيها باثنين هي بي تربيع باربعة زائد يبقى الاي بس بمين بسالب واحد يبقى باجي بقول له ناقص نص في اي اس سالب تي لساين 2 تي انتهت مسألتنا يبقى كله اعتماد على الجدول كيف اطلع من الجدول لابلاس ترانسفورم للدوال المختلفة اكزامبل 3 اكزامبل 3 بيقول ما ياتي بدنا find the function f of t with اللي هو its طيب with Laplace transform اللي Laplace transform إلها اللي هو capital F of S بده يساوي 3S ناقص 2 على S تربيع ناقص 2S زائد 10 بقول كويس الآن لو رحت على الجدول تابعنا هذا وبلاقيش ولا تيرم بهالشكل هذا لكن بده إعادة ترتيب هذا الترم كيف نعيد ترتيبه بدي أشوف المقام ما عنديش شغلة زي هيك كله بلاقي اس زائد واحد الكل تربيع اس ناقص اثنين الكل تربيع زائد رقم هنا الرقم هنا اس إلى آخره إذا بدي أعيد كتابة هذه الفانكشن بطريقة ثانية إذا بقدر أقول هذا الكلام يساوي 3 اس ناقص 2 على هذا اس تربيع ناقص 2 اس اذا هذا لازم اعمله ايه مربع كامل مشان اعمل هذا مربع كامل قديش بده اس تربيع زائد 2 اس قديش بده رقم مشان يصير مربع كامل 2 اس بده 4 ولا بده 1 ناقص معامل اكس على اربعة امثال معامل اكس تربيع يبقى هنا بقول زائد اثنين اس يبقى مش انا احول الى مربع بذكر مرة تانية وثالثة وعشرين بدي اعمل اكمال المربع بضيف للطرفين وبطرح مربع معامل اكس على اربع امثال معامل اكس تربيع اعطيتها لكم في كالكولاس بي ويا محل نبا يبقى مربع معامل اكس على اربع امثال معامل اكس تربيع يعني مربع معامل اس على اربع امثال معامل اس تربيع يبقى هنا بقديش بواحد يبقى زائد اثنين اس زائد واحد الواحد موجود عندي الجيران عشرة باخد منها واحد بضل تسعة يبقى زائد تسعة يبقى هذا الكلام يساوي تمام المقام اللي عندنا هذا الان صار مربع كامل صح يبقى هذا بقدر اقول اللي هو الاس ناقص واحد الكل تربيع زائد تسعة ايوه اذا البسط هذا بدي اخلق في مين اس ناقص واحد بدي اخلق في كيف اس ناقص ما هو ثلاثة اس ناقص اثنين القصة بسيطة خير بضيف سالب واحد وبطرح واحد
يعني بضيف واحد وبطرح سالب واحد. يبقى هذا لو حطيت سالب واحد قديش بصير؟ سالب ثلاثة. بقدر اخذ ثلاثة اعمل مشترك وبضل اس ناقص واحد، بكون خلصت مسألتنا. اذا البسط هذا بقدر اكتبه ثلاثة اس ناقص ثلاثة زائد واحد. يبقى اضفت سالب واحد وكذلك واحد، يعني اضفت زيرو ما غيرتش ولا حاجة. يبقى بناء عليه اصبح شكل الاف اوف اس على الشكل التالي. هذه ثلاثة في اس ناقص واحد، خدتم عامل مشترك، وهنا زائد واحد على مين؟ على اس، على اس ناقص واحد الكل تربيع زائد تسعة. ممكن هذه أفصلها إلى جزئين، مين الجزئين؟ هاي ثلاثة في اس ناقص واحد، اس ناقص واحد الكل تربيع زائد تسعة، ضل عندي زائد واحد على اس ناقص واحد الكل تربيع زائد تسعة. أظن صارت شبيهة بمسألة هذه قبل قليل، صح؟ وهذه شبيهة إبها بالضبط تماما. يبقى تعال نشوف كيف بدنا نسوي. يبقى أنا هذه ها بدها بس فوق قديش منات؟ قديش؟ ثلاثة. ممتاز. يبقى بدي أضرب في ثلاثة وأقسم على ثلاثة. إذا بقدر أقول هذا الكلام، ثلاثة في إس ناقص واحد على مين؟ على إس ناقص واحد الكل تربيع زائد تسعة زائد ثلث في ثلاثة على إس ناقص واحد الكل تربيع زائد تسعة. يبقى الاف اوف تي هي لابلاس انفرس للطرفين، يبقى ثلاثة في لابلاس انفرس للاس ناقص واحد، اس ناقص واحد الكل تربيع زائد تسعة زائد ثلث لابلاس انفرس لثلاثة اس ناقص واحد الكل تربيع زائد تسعة. يبقى أصبح شكل الـ F of T بده يساوي 3 في. نرجع بالذاكرة إلى الوراء إلى الجدول قبل قليل، كذلك إلى النقطة العاشرة. بلاحظ عندي S ناقص A، S ناقص A الكل تربيع زائد B تربيع. يبقى الأصل تبعها E أس A T كوساين B T. قديش الـ A عندي هنا؟ الاي بواحد. طب والبي؟ ثلاثة، لأنه هذه بي تربيع. يبقى بناء عليه ثلاثة اي اس تي بدون سالب، تمام؟ في مين؟ في كوساين ثلاثة تي، هذا الترم الأول زائد ثلث. هذه بنفس الطريقة اي اس تي ساين ثلاثة تي. يبقى هذا الفانكشن اللي مطلوبة اللي عندنا. نعطي كمان مثال، مثال ثلاثة واكزامبل أربعة. بيقول لي نفس القصة، كابيتال اف اوف اس بده يساوي اي اس ناقص اس على اس ناقص اثنين الكل تربيع. وبده مين؟ بده نوجد لابلاس ترانسفورم المعكوس تبعه. بقوله بسيطة جدا، قبل ما توجد لابلاس ترانسفورم حاول ترتبها. بقول له يعني هذه لو كتبتها اي اس ناقص اس في واحد على اس ناقص اثنين الكل تربيع، عملنا حاجة؟ طيب ايش رايك الواحد هذا لو كتبته واحد فاكتوريال الشكل اللي عندنا هنا، كويس؟ وبعد هيك بدروح ادور مين هي هذه الدالة. يبقى باجي بقول له الاف اوف تي اللي انا بدور عليها هي لابلاس ترانسفورم
بالمعكوس تبعها لكابتل اف اوف اس ويساوي لابلاس ترانسفورم للاي اس ناقص اس لمين للواحد فاكتوريال على اس ناقص اثنين الكل تربيع بالشكل اللي عندنا هذا. بروح ادور في الجدول على شغلات من هذا القبيل. يبقى ال f of t تساوي كويس بدي اجي اطلع في هدول من فوق لتحت بدي اكسبوننشل في كذا. طيب من فوق لتحت اكسبوننشل اكسبوننشل عندي رقم 12 اكسبوننشل على اس انا عندي على اس ناقص كذا. طيب ايوه بلاحظ عندي الرقم 13 رقم 13 اللي هو اي اس ناقص سي اس اي اس ناقص سي اس في كابيتال اف اوف اس كابيتال اف اوف اس. هذا الاصل تبعها الاصل تبعها دالة للستيب فانكشن يو سي اوف تي في الاف اوف تي ناقص مين ناقص السي. لكن لو رجعنا للخاصية رقم 5 من سكشن 9-3 تحيلي سكشن 9-3 الخاصية رقم 5 يعني اذا عرفت تجيبها من الجدول الكرمي ما عرفتش برجع للاصل هذه تبعها. اطلعي لي مشان اكتب هذه الدالة بدي اجي للدالة بين القوسين هذه هي الاف اوف هذه الاف اوف اس قولي جي اوف اس يساوي واحد فاكتوريال على اس ناقص اثنين الكل تربيع. بقدر اجيب الاصل تبعها مين الاصل تبعها يا بنات جي اوف تي يساوي هذه لو رحت جبت الاصل تبعها يبقى الاصل تبعها هو عبارة عن تي في اي اس اثنين تي تمام من الجدول تي في اي اس اثنين تي. لو رحت للخاصية رقم 5 اللي عندك بدي اعمل لهذه الدالة شيفت بمقدار قديش 2 مش عندك هنا 2 هذا 2 تبع الاكسبوننشل يبقى بدي اعمل له شيفت بمقدار اللي هو الاثنين نعم بمقدار اثنين الا بمقدار الواحد وليس الاثنين. طيب كيف هذا جت كالتالي فباجي بقول يبقى لابلاس انفرس لها يساوي احد امرين يا اما زيرو لما تي اكبر من الزيرو اقل من واحد يا اما تي ناقص واحد اي اس اثنين في تي ناقص واحد والتي اكبر من الواحد. طلعوا لي كلكو على للخاصية رقم 5 اللي عندك خاصية رقم 5 من سكشن 9-3 خاصية رقم 5 اللي بيقول لي small q of t بده يساوي 0 لما t محصورة بين 0 و c او f of t ناقص c لما t اكبر من c يبقى لابلاس ترانسفورم لها e اس ناقص c s في كابيتال f of s تمام يعني بدنا نجيب ال f of s للدالة اللي عندنا وين ال f of s هاي مظبوط يبقى الدالة الأصلية تبعتها تي في الإي أوس 2 تي هاي جبناها هنا كويس. الآن هذه بدي أعمل لها شيفت بمقدار مين بمقدار الواحد مقدار الأس اللي عندي تبع الإكسبوننشل هنا قديش المعامل اللي هنا لا سيبيك مسلم السلب تبع القانون موجود في القانون صح موجود عندك هيو في النقطة رقم 5 اي اس سالب سي اس هاي طلعي في 5 اخر حاجة على اليمين يبقى اي اس سالب سي اس في الاف اوف اس يبقى عندنا المعامل هنا واحد اذا هذه الدالة بدي اعمل لها شيفت بمقدار واحد يبقى صارت تي ناقص واحد في اي اس
2 تي ناقص 1 لما تي greater than 0. يبقى هذا باستخدام الخاصية رقم قديش؟ رقم 5. لازلنا في نفس السكشن، ولما ننتهي بعد بدنا نعطي تعريف صغير ومثال عليه كذلك. تعريف بيقول ما يأتي: definition the function f star g as a function of t is called, بنسميها the convolution, the convolution of the functions f and g and denoted by بنعرفها كالتالي: ال f star g as a function of t بده يسوي تكامل من 0 الى t لل f of t ناقص ال u ال g of u du، واللي هي بدها تساوي تكامل من 0 الى t لل f of u لل g of t ناقص اليو دي يو، واللي هي بدها تساوي جي ستار اف. and hence، ومن ثم لابلاس ترانسفورم للاف ستار جي، للاف ستار جي بده يساوي كابيتال اف اوف اس في كابيتال جي اوف اس، جي اوف اس بالشكل عندنا. نعطي مثال اكزامبل: فايند ذا فانكشن اف ستار جي as a function of t f ال f of t بده يساوي ال e os t وال g of t يساوي e os 2 t. نيجي لتعريف الكونفوليوشن للتو فانكشنز. ايش بقول لي؟ ذا فانكشن اف ستار جي از ا فانكشن اوف تي بنسميها الكونفوليوشن اوف الفانكشن اللي هي المين او الفانكشن اف ان جي. كونفوليوشن في اللغه العربيه معنى التفاف، يعني كانه بيعمل التفاف. ايش يعني؟ يعني اللي ها عملته للدالة اف ممكن اعمله للدالة جي والتانية تضلها زي ما هي بدون مشاكل. من هنا سمينا convolution لمين؟ للتو فانكشنز. بهمني هذا قديش بيساوي، لانه انا هذا هو اللي بشتغل عليه. يبقى باجي بقول له الدالة اف ستار جي او اف convolution جي as a function of t يتكامل من 0 الى t، يا باجي على الاف اللي عندنا هذه بكتبها او بشيل كل تي بحط بدلها تي ناقص يو، يو ريال نمبرها، يبقى اف اوف تي ناقص اليو في الجي اوف يو في الدي يو.
يبقى كوني الآن أخذت الدي يو، يعني يو هي اشتقاق، وكأنه تي أنا ثبتها، كأنه خليت التي مقدار ثابت لأنه بكامل بالنسبة ليو. إذن التي إيش تعتبر؟ مقدارا ثابتا. أو بدي أثبت اليو، أقول F of U يبقى الجي، بقول G of T ناقص اليو في الدي يو، وحسب الديفينيشن هذه حتساوي، عملت لهذا الجي وهذا ثبت، يبقى بقول G star F. يبقى بناء عليه ال F star G هو G star F كلها as a function of T، كلها كدالة في T. يبقى هذه والله هذه عملت للدالة الأولى، والله الدالة الثانية الاثنين are the same. طب لو بدي اجيب لابلاس ترانسفورم للكونفوليوشن، بقول لابلاس للدالة الاولى ضرب ضرب عادي، ها لابلاس للدالة الثانية هاي ها دوت مضروبة ضرب في هذه، تمام. بدنا نروح نطبق هذا الكلام بمثال. قال لي هات لي الدالة هذه، اذا كانت الاف اوف تي بده يساوي الاي تي، والجي اوف تي بده يساوي مين؟ الاي اس 2. اذا لما بدي اجي احل بدي اجي اقول له الاف ستار جي كله از ا فانكشن اوف تي يساوي الاف اوف تي يا بنات اللي هي مين؟ اي اس تي، ها الجي اوف تي اللي هي اي اس 2 تي، وهي هم فانكشن في تي. طبقا للتعريف اللي فوق يبقى تكامل من زيرو الى تي، تمام. عندك هذه الصيغه او هذه سيان، يبقى الاف اللي هي الداله الاولى بدي اعمل لها شيفت بمقدار قديش؟ اليو، يبقى اي اس تي ناقص اليو. الجي ابدا بدي اشيل التي بس واكتب مكانها قديش؟ يو دي يو، تمام. طيب اذا هذا بنات بقدر اقول تساوي تكامل من زيرو الى تي لمين؟ للاي اس تي اي اس ناقص يو اي اس 2 يو دي يو. اظن الاي اس تي ملهاش دعوه بالتكامل لانه الاشتقاق بالنسبه لمين؟ يبقى بقدر اطلعها برا التكامل. يبقى هذه تساوي اي اس تي تكامل من زيرو الى تي للاي، بجمع الاسس لان الاساسات زي بعض، يبقى يو دي يو، تمام. طيب هذا بصير اي اس تي في تكامل الاي اس يو بالاي اس يو اتسلف، يبقى هذه الاي اس يو من وين لوين؟ من زيرو لغايه تي. يبقى هذا الكلام بده يساوي اللي هو مين؟ اي اس تي في مين؟ في الاي اس تي ناقص اي اس زيرو. اي اس زيرو بقداش؟ يبقى صار اي اس تي في اي اس تي ناقص واحد، يبقى اي اس 2 تي ناقص اي اس تي. اذا الكونفوليوشن اللي حاصل للتو فانكشنز اف ان جي يساوي الداله الاولى الداله الثانيه ناقص الداله الاولى. بالمثل لو رحت اخذت هذه عملت لها التي ناقص اليو، وهذه خليتها الاف يو كامل، بده يطلع نفس النتيجة اللي عندنا. لحد هنا ستوب، انتهى السكشن. إليكن أرقام المسائل، يبقى exercises 9-4 المسائل 1 و2 و4 بداخد الـ A والـ C، وسؤال 5 بدي الـ A والـ B، الـ A والـ B والـ E والـ F. طيب نيجي لاخر سكشن اللي هو 9-5. يبقى 9-5 اللي هو الابليكيشنز، ابليكيشنز تو ديفرنشال ايكويشنز، تطبيقات
على المعادلات التفاضليه. ايش يعني المقصود فيها؟ المقصود استخدام لابلاس ترانسفورم لحل المعادله التفاضليه. اظن حلنا لكم بدل المعادله تنتين، مظبوط؟ يبقى انا بعتبر ما اشتغلتش بالمره وبدي اشتغل من جديد، كويس؟ يبقى هنا بدي اقول لك يوز. سؤال بيجي كالتالي، اكزامبل، ها توضيحي. Example, use Laplace transform, use Laplace transform to solve the initial value problem. اللي هي الاكس دبل برايم زائد 4x بده يساوي 8 ساين تي، والاكس عند الزيرو بدها تساوي 0، والاكس برايم عند الزيرو بده يساوي 2. سوليوشن. يبقى ما دام اعطاني سؤال من هذا القبيل وقيدني بطريقة الحل، أنا هذه معادلة من الرتبة الثانية، إذا لو بدي أرجع على اللي قبل المعاملات ثوابت والدالة بالصاين، إذا بحلها بالأندترمنت كوفيشنت، بس هو بديش أنا أحلها بالأندترمنت كوفيشنت، بدي أنا أحلها بلابلاس ترانسفورم، يبقى أنا مقيد إذا بلابلاس ترانسفورم. إذا بتروح آخذ لابلاس ترانسفورم للطرفين، يبقى باجي بقول له لابلاس ترانسفورم للإكس دبل برايم زائد 4 لابلاس ترانسفورم للإكس بده يساوي 8 لابلاس ترانسفورم لساين تي. ليش؟ إنه لابلاس ترانسفورم إز إي لينير فانكشن أو لينير أوبريتور، يبقى 8 بقدر أطلعه برا. ده طبق النظرية على هذه، يبقى هذه اس سكوير كابتل اكس اوف اس ناقص اس في الاكس عندي الزيرو ناقص اكس برايم عندي الزيرو زائد 4 اكس اوف اس بده يساوي 8. الساين تي، مظبوط ساين تي ولا ساين 2 تي؟ يبقى ساين تي. ما دام ساين تي اذا هذه لابلاس ترانسفورم حسبناه عمليا، يبقى هذا بقديش يا بنات؟ بواحد على اس تربيع زائد واحد، مظبوط؟ طيب يبقى نيجي طلعي لي لهذه وهذه، بقدر اخذ اكس اوف اس عامل مشترك، بضل عندي اس سكوير زائد 4 في كابيتال اكس اوف اس. الان الاكس عندي زيرو بقديش؟ زيرو، يبقى ناقص زيرو. الاكس برايم باثنين يبقى ناقص اثنين يساوي 8 على اس تربيع زائد واحد، او ان شئتم فقولوا انه الاس سكوير زائد 4 في كابيتال اكس اوف اس بده يساوي 8 على اس سكوير بلس 1 بلس 2. بدي اوحد المقامات، يبقى بصير اس سكوير زائد 4 في كابيتال اكس اوف اس يساوي كله على اس سكوير بلس 1، وهي 8 زائد 2 اس سكوير زائد 2، تمام؟ يبقى بصير عندنا مين؟ بصير عندنا اس سكوير بلس 4 في كابيتال اكس اوف اس يساوي 2 اس سكوير زائد 10 مقسوما على اس سكوير بلس 1. طب انا بدي اكس اوف اس، يبقى الاكس اوف اس بده يساوي 2 اس سكوير زائد 10 على اس سكوير بلس 1 في اس سكوير بلس 4. لو رحت على الجدول بلاقي شغله زي هذه،
فيش إمكانية. طب كيف نسوي؟ يقول لك بسيطة، البسط من الدرجة الثانية والمقام من الدرجة partial fraction، والحمد لله جاهزة. يبقى بس أحطها على شكل إيه؟ شكل كسور. يبقى هذا الكلام بده يساوي هذا كسر وهذا الاس سكوير بلس 1 وهذا كسر ثاني اس سكوير بلس 4. المعادلة من الدرجة الثانية كل واحدة فيهم ولا يمكن تحليلها، إذا بدي أحط فوق معادلة من الدرجة الأولى. يبقى باجي بقول له اي اس زائد بي، وهنا سي اس زائد دي، وبعد هيك بروح احسب البارشال فراكشنز. يبقى بقول له 2 اس سكوير زائد 10 بده يساوي اي اس زائد البي، ها في مين؟ في الاس سكوير زائد 4 زائد سي اس زائد الدي في الاس سكوير بلس 1. طبعا بنفك ونقارن، مش هضيع وقتي فيها، هعطيك النتيجة مباشرة. يبقى بيطلع عندك هنا الاي تساوي 0، الاي تساوي 0 والبي تساوي ناقص 2، والسي بتطلع عندك بزيرو، والدي بتطلع عندي بثمانية على ثلاثة. إذا بناء عليه أصبحت المسألة على الشكل التالي. يبقى أصبحت الـ x of s، x as a function of s، على الشكل التالي. طلعي لي هنا كويس. يبقى بدي أجي أشيل الـ a وأحط مكانها 0 طارت، الـ b بدي أحط بدلها سالب 2، يبقى هاي سالب 2 ضل 1 على s سكوير زائد 1، انتهينا منها. الآن الـ c بزيرو طارت، يبقى دي بثمانية على ثلاثة زائد ثمانية على ثلاثة في قديش؟ في 1 على اس سكوير زائد 4. إذا أنا بدي الـ x as a function of t هي لابلاس انفرس لكابتل x of s بالشكل اللي عندنا هذا. يبقى هذا بدي يساوي سالب 2 لابلاس انفرس للواحد على اس سكوير بلس 1 زائد 8 على 3، وهنا لابلاس انفرس لواحد على اس سكوير زائد 4. يبقى شكل الاكس اوف تي يساوي سالب 2. مين هذا يا بنات؟ مين هذا؟ الساين تي. يبقى سالب 2 في ساين تي زائد 8 على 3 في مين كمان هذه؟ هذه مش ظابطه هيك، هذه غير، اضرب في 2 واقسم على 2، يبقى بصير هنا 8 على 3 لابلاس انفرس لنص، وهنا 2 على اس سكوير زائد 4. يعني بدك تظبطي مسألتك دائما وابدا بحتى تكون مفعلا لو في صورة الجدول. يبقى النتيجة ناقص 2 ساين تي، النص بطلع برا، بضل قديش عندي؟ 4 على 3، وهذه اللي هي مين؟ ساين قديش يا بنات؟ 2 تي. هذا هو الحل تبع المعادلة الـ x as a function of t. نعطي كمان مثال أخير. يبقى كمان مثال أخير، مثال 2 بيقول لي الـ x double prime ناقص x بده يساوي الـ f of t، والـ t أكبر من أو يساوي 0،
والاكس عند الزيرو بده يساوي واحد، والاكس برايم عند الزيرو بده يساوي زيرو، وير حيث. مين هي الاف اوف تي هذه؟ الاف اوف تي بده يساوي يا اما زيرو لما تي اكبر من الزيرو اقل من واحد، يا اما تي ناقص واحد لما تي greater than one. لما تي greater than one. طيب نبدأ ناخد لابلاس ترانسفورم للطرفين، يبقى solution. واضح انه بقدر احلها بالundetermined coefficients، مظبوط، بس بديش، ما قاليش، قال استخدم لابلاس ترانسفورم لحل هذه المعادلة. اذا بدي اروح اخذ لابلاس للطرفين، يبقى لابلاس ترانسفورم الاكس دبل برايم از ا فانكشن اوف تي ناقص لابلاس ترانسفورم للاكس اوف تي بدي يساوي لابلاس للاف اوف تي. نيجي لهذه، هذه اس سكوير في كابيتال اكس اوف اس ناقص اس في مين؟ في الاكس عند الزيرو ناقص اكس برايم اوف زيرو ناقص كابيتال اكس اوف اس يساوي، بدنا لابلاس للدالة هذه، تمام؟ برجع لمين؟ للخواص اللي عندنا تبع سكشن 9-3. طلعي لي في 9-3 الخاصية رقم 5. خاصية رقم 5 اللي هي لو كانت لكي اوف تي بدها تساوي زيرو، تي محصورة بين الزيرو والسي، الاف اوف تي ناقص السي والتي اكبر من السي. طلعي لي هنا الرقم هذا واحد والرقم هذا واحد، يبقى هذه اصل الدلق بدي شفت قديش تي، لانه تي مطروح من الواحد، هو الواحد هذا الواحد، تمام. اذا هذه لابلاس ترانسفورم الها حسب الخاصية رقم 5 هي عبارة عن ميم، عبارة عن الاي اس ناقص سي اس في كابتل اف اوف اس، تمام. طيب باجي بطلع قديش السي مقدارها، يبقى اي اس ناقص اس بالصين، بدي اجي لكابيتال اف اوف اس بدي اعرف قديش هذا اللي عندنا. يبقى هذه لابلاس الها بصير عندي اي اس ناقص اس في مين؟ في لابلاس ترانسفورم حسب الخاصية رقم 5 للدالة اف اوف اس. الدالة مين هذه قبل الشيفت؟ تي. يبقى باجي بقول له هنا لابلاس لتي اللي هو مين؟ واحد فاكتوريال على اس تربيع، صح؟ يبقى هذه بصير اي اس ناقص اس بس على اس تربيع. والله مشان ما تقوليش كيف جابها هذه، بنقول لك هي اي اس ناقص اس في واحد فاكتوريال على اس تربيع. من وين اجت؟ قلنا لابلاس لتي يا واحد فاكتوريال على اس اس واحد زائد واحد، هي حطينا لك وين؟ في الهامش. طيب نكمل شغل. هذه يا بنات مع هذه عامل مشترك، يبقى بصير اس سكوير ماينس ال1 في كابيتال اكس اوف اس. نيجي الاكس عندي زيرو تساوي قديش؟ تساوي واحد، يبقى ناقص اس في واحد. الاكس برايم بزيرو يبقى ناقص زيرو يساوي ايوس ناقص اس على اس تربيع. يبقى صارت المسألة على الشكل التالي اللي هو مين؟ اس سكوير ماينس ال1 في اكس اوف اس بده يساوي، ننقل هذه على الشقة الثانية بصير اس زائد ايوس ناقص اس على مين؟ على اس سكوير بالشكل اللي عندنا هذا.
طيب بدي اقسم كله على اس سكوير ماينس ال1، هذا معناه انه اكس اوف اس، هذا الاس سكوير ماينس ال1 مش عباره عن فرق بين المربعين صح؟ يبقى هذا ايش بصير؟ بصير اس على اس ناقص واحد في اس زائد واحد، تمام؟ زائد يوس او خلي هذه يقص ناقص اس زي ما هي، وبضل عندي واحد على اس سكوير في اس ناقص واحد في اس زائد واحد بالشكل اللي عندنا. بدنا partial fraction هذه ولا لا؟ يبقى بدنا نبدا نحسب partial fraction. يبقى اخر ما توصلنا اليه هو الاكس اوف اس يساوي اس على اس سكوير ماينس ال1، وهذيك اس سكوير مظبوط تمام 100%. طب خلينا نشوف هذه اللي هي الاولى، نعملها partial fraction وبعد بنشوف الثانيه. نشوف الكبيره هذه، يبقى واحد على اس سكوير في اس ماينس ال1 في اس بلس 1 يساوي اس سكوير، يبقى بلزمنا اي اس زائد بي زائد اس ناقص واحد سي زائد اس زائد واحد يبقى دي، او الواحد بده يساوي اي اس زائد البي، الاي اس زائد البي في مين؟ في الاس سكوير ماينس ال1 اللي هو حاصل ضربهما، زائد سي اس سكوير في اس بلس 1 زائد دي اس سكوير في اس ماينس ال1، تمام؟ طيب هذا الواحد يساوي اي اس تكعيب ناقص الـ AS زائد BS تربيع ناقص الـ B زائد CS تكعيب زائد CS تربيع زائد DS تكعيب ناقص DS تربيع. نجمع يبقى هذه فيها تكعيب وهذه تكعيب وهذه تكعيب، يبقى A زائد C زائد D كله في الاس تكعيب زائد تعين التربيع، يبقى هذه بي وهنا سي وهنا ناقص دي كله في الاس تربيع. نيجي اللي فيهم اس، هنا كله ما عنديش اس، ما عنديش الا هذه يتيمه ناقص اي اس وهنا ناقص بي زي، تمام؟ يبقى نعمل مقارنة بين الطرفين، يبقى A زائد C زائد D بده يساوي زيرو، و B زائد C ناقص D بده يساوي زيرو، وناقص ال A بده يساوي زيرو، وناقص ال B يساوي واحد. يبقى الاثنين هذول ايش بعطونا يا بنات؟ انه ال A تساوي زيرو وال B تساوي سالب واحد. لما ايوه يبقى هذا بده يعطينا لو اخذت الاي بزيرو بضل قديش؟ سي زائد دي يساوي زيرو، ولو اخذت البي بسالب واحد بصير سي ناقص دي يساوي واحد، مظبوط؟ اجمع هدول، مع السلامه. يبقى اثنين سي يساوي واحد، يبقى سي يساوي نص. لما سي يساوي نص والاي بزيرو يبقى دي بسالب نص، يبقى هيو سي بنص يبقى دي يساوي سالب نص. اذا اصبح الترم اللي عندنا هذا جاهز. ايوه بدنا نشوف الثاني كمان للثاني. على اي حال بدي اكتب النتيجه دغري، وانت بدك تروحي تعملي بارشال فراكشن بسيط، انا سويت لك الصعب وخليت البسيط. يبقى لو رحنا عملناه بيكون على الشكل التالي، يبقى الاكس اوف اس بده يساوي الاس
على اس سكوير ماينس 1. هذه بدناش نعملها لها بنتبرشن، خليها زي ما هي مش مشكله. يبقى اس على اس سكوير ناقص 1 ما فيهاش مشكله، وهذه زائد اي اس ناقص اس في قديش؟ في سالب 1 على اس سكوير زائد نص في 1 على اس ناقص 1. وهنا يبقى هذا الاكسبوننشال اللي عندنا. طيب نروح نجمع ونشوف وين بدنا نوصل. هذه بدي اخليها زي ما هي لانه هذه سهله فيش فيها مشكله. يبقى هذه اس على اس سكوير ماينس ال1، هذه زائد اي اس ناقص اس، هذه سالب 1 على اس سكوير، هذول بقدر اخذ مين؟ زائد نص عامل مشترك. بضل عندنا مين؟ اس ناقص 1 في اس زائد 1، بصير عندنا هنا اس زائد 1 ناقص اس زائد 1. شكل عندنا هذا، اظن هذا كله مش لازم الان. طيب يبقى اصبح شكل الاكس as a function of s يساوي s على s square minus ال1، وهذه زائد e اس ناقص s في. هذا يا بنات بتروح سالب s وموجب s مع السالب، بضل 1 و1 2 مع النص، الله يسهل عليه. يبقى بضل عندي قديش؟ بس 1 على اس تربيع ناقص 1. يبقى بضل عندي هنا اللي هو ناقص 1 على اس تربيع، وهنا زائد 1 على اس تربيع ناقص 1. اس تربيع ناقص 1 بالشكل اللي عندنا هذا. يبقى صارت النتيجة اس على اس تربيع ناقص 1 ناقص اي اس ناقص اس في 1 على اس تربيع، وهنا زائد اي اس ناقص اس في 1 على اس تربيع ناقص مين؟ ناقص الواحد. الان بقدر اجيب مين؟ لابلاس المعكوس تبعهم واشوف قديش بده يساوي. هذا منت بصير الاكس اوف بدي الاكس اوف تي السوليوشن اكس اوف تي يساوي لابلاس انفرس لمين؟ لكابيتال اكس اوف اس، ويساوي لابلاس انفرس ل الاس على اس سكوير ناقص 1 ناقص لابلاس انفرس لمين؟ للاي اس ناقص اس في 1 على اس تربيع، وهنا زائد لابلاس انفرس للاي اس ناقص اس في 1 على اس تربيع ناقص 1 بالشكل اللي عندنا هذا. اعطيك الجواب النهائي وانت تجيبيه لحالك. ها طيب بلكيش بلاش، يبقى هذا الكلام يساوي بدالي الان للاس على اس تربيع ناقص 1. حدا بتقدر تقول لي مين هي؟ مين قال لك ان القوسين بالزائد المقام؟ هذا بدناه قوش، قوش اي تي والاي بقديش؟ اي بواحد. يبقى هذا بقدر اقول هذا قوش تي فقط لا غير. نيجي لناقص، بدي لابلاس انفرس للاي اس ناقص اس 1 على اس تربيع. يلا شوفي لي